هل برأيك عادل عبد المهدي وكل الفريق العراقي، يعني النظام السياسي العراقي الذي توجه إلى السعودية، هل برأيك أخذ ضوءا أخضر من إيران؟ تمرد أبدا، على إيران، تواطأ مع إيران، كيف تفسر ذلك؟ لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك. السيد العبادي لما سافر فهو تحدث مع الإيرانيين لأنه لم يكن واثقا، وفي تلك الفترة الإيرانيون كانوا يبحثون بشتى الطرق والوسائل وعبر الوساطة لمحادثة السعودية تخفيف حدة التوتر. وقال رئيس الوزراء العراقي آنذاك بأنه قادر على أن يلعب هذا، ولكن هذا المرة دعني، أنا لا أريد أن أصف من هو عادل عبد المهدي. أنا أعرف الرجل منذ أن كنت طالبا وهو كان شيوعيا، فأعرف الرجل، أعرف مزاج الرجل. هذا الرجل ليس رجل ولي الفقيه، ليس عميلا لولي الفقيه، ولا يولى أهمية كبيرة لقاسم سليماني. رجل شبه مستقل، ليس هناك في العراق استغلال بمعنى الحقيقي. وأيضا برهم صالح، فحتى وزير الخارجية رغم أنه من أسرة الحكيم، نحن أمام تركيبة جديدة. هذا التركيبة أولا تبحث عن مكان بين العرب. العراق كان دولة مؤسسة لجامعة الدول العربية، العراق يبحث عن دوره، فلم يستأذن ولي الفقيه للسفر إلى السعودية رغم أنه سافر إلى إيران، وكان صريحا جدا وفقا للمعلومات عندي لما سأله خامنئي ماذا ستفعلون بعقوبات، فقال عادل عبد المهدي نتعاطف معكم ولكن لا نستطيع أن نتحدى الولايات المتحدة الأمريكية، وبلا أمريكا لا نستطيع أن نواجه التحديات وعلى رأسها الإرهاب. فلذلك كانوا صريحين. أنا لا أقول أنهم سوف يذهبون إلى مرحلة عقد التحالفات، لا أبدا، ولكن سوف نرى دورا كبيرا للسعودية في العراق. النظام السياسي في العراق مشكور من السعودية بسبب موقف السعودي حيال موضوع استفتاء كردستان. السعودية حاولت بشتى الطرق والوسائل وحتى وعد البارزاني بمساعدات ضخمة في حالة تراجعه. فلذلك العراقيون الآن يعرفون بأن السعودية لا تريد تفكك العراق، لا تريد انفصال كردستان أو استغلال كردستان.